نعم، عدنا من الفاصل. سنحاول التواصل أيضا مع حسن كعبية الناطق بلسان وزارة الخارجية للإعلام العربي حول الموعد، حول التجهيزات لاستقبال جثمان الطالبة المرحومة آية نعامني. إذا ننتقل للتحدث هاتفيا مع حسن كعبية الناطق بلسان وزارة الخارجية للإعلام العربي. أستاذ حسن، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. إذا هل هناك من معلومات جديدة حول التجهيزات لاستقبال جثمان الطالبة المرحومة آية نعامني من مدينة عرابي؟ أولا قبل ما نتحدث على الجثمان ونقل الجثمان، باسمي وباسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أتوجه إلى أهل المرحومة آية ونعزيهم ونشاركهم في حزنهم في هذه الساعات. يا أخي شلاطة، نعم، اللي المرحومة نقلوها لأديس أبابا للعاصمة موجودة هناك. في هناك إجراءات من ناحية القنصل مع السلطات، إجراءات وثائقية من مختبرات وما شابه ذلك. أنا حسب رأيي مع انتهاء كل الإجراءات أول طيارة من أثيوبيا لإسرائيل راح تكون لهون، بس راح وقت إن شاء الله. يعني في يعني في احنا في الخارجية خلينا نقول، نعم، مش رايحين ندخل بأي طريقة. وزير الدولة روفي ريبلين تكلم مع الموازي تبعه بأثيوبيا لتعجيل نقل الجثمان إلى إسرائيل. يعني في توقعات معينة أستاذ حسن، في توقعات معينة يعني ممكن يعني بعد منتصف هذه الليلة، ممكن غدا فجرا. هيك التوقعات، بعد منتصف الليلة أو بكرة، أو بكرة لحد الظهريات. نعم، أستاذ حسن كعبية الناطق بلسان وزارة الخارجية للإعلام العربي، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك أستاذ. وإلى رد وتعقيب التخنيون، معهد التخنيون ينعى التخنيون وفاة الطالبة آية نعامني من كلية الهندسة المدنية والبيئية ويشارك عائلتها في حزنها الشديد. لقد شاركت آية في دورة أكاديمية تابعة لمعهد التخنيون عقدت في مدينة ميكيلي في إثيوبيا مع طلاب آخرين من التخنيون من جامعة يورك في كندا ومن جامعة أميو في إثيوبيا. استغرقت الدورة حوالي 4 أسابيع وانتهت يوم الأربعاء الماضي 14/8/2019. بعد انتهاء الدورة قرر 6 طلاب من بينهم آية البقاء في إثيوبيا لرحلة خاصة ظلت آية خلالها طريقها. معهد التخنيون على اتصال مباشر مع عائلة آية وسوف يقوم بتقديم المساعدة للعائلة في كل ما يلزم. إلى هنا رد وتعقيب معهد التخنيون. فنشاهد معا أيضا ما قاله جد الطالبة الجامعية المرحومة آية نعامني، فوزي نعامني. فنشاهد معا ماذا قال. كثير خلوقة أديبة، يعني الكل بحبها، الصغير بحبها والكبير بحبها، عندون العيلة كلها. البنت هاي كثير محبوبة لأنها يعني مش ناقصها شيء من كل النواحي الأدبية والأخلاق، الأدب والأخلاق. يعني لما حكيت لك إنه بدي تدرس هندسة، شو كان رد فعلك؟ شو كان موقفك أنت؟ والله إحنا شجعناها يعني، قالت بدي أتعلم هذا الموضوع، شجعناها، قلنا لا ليش لا، اليوم شو اللي بدك إياه ماشي. بس فهمت إنه كان في علاقة خاصة بينك وبينها، يعني كان كنت أكثر من جد أنت بالنسبة لها. كثير كنت أحب هاي البنت، مش بس أنا يعني، وأهلها كل واحد عرفها أحبها. قديش هي كانت خلوقة وقديش كانت أديبة، يعني فيش حدا عرفها وما حبهاش هاي البنت. يعني خلال الرحلة للتواجد يعني كان فترة طويلة هناك في إثيوبيا، كنت تتواصل معها بشكل دائم؟ دائما نتواصل معها دائما. وانت آخر مرة حكيت معها؟ قبل الحادث بيوم. شو حكت؟ شو قالت؟ قالت مبسوطة ومكيفين وبكرة مروحين، وحتى قالت لأبوها